السلام عليكم خوتي. قلت لي يا خويا بالنسبه للحبس انا اللي دوز، انا يا خويا دوز الحبس كمسطره مرجعيه، ما دوزت الحبس كتهمه كاجرام، ما درت واحد المخالفه داخل وسط المجتمع اللي يعاقب عليه القانون. فاحنا ولاد بلاد الحق والقانون، ولكن انا تظلمت. انايا تشديت جوج خطرات في مدينه مراكش، دوزت الحبس ظلما وعدوانا. الحمد لله انا دابا قدام داري خدام بدراعي، تخدم في المرسى ديال مدينه سلا، راه كلشي كيعرفني خدام في المرسى ديال مدينه سلا، وتحياتي للرياس ديال مدينه سلا كاملين. تشديت اخويا بالتهمه ديال التجاره المشاركه والمحاوله في التجاره في الاقراص المخدره، لا ماشي المهلويسه، المخدره، حيت هي تكتبات في الملف المخدره. اللي كيوقع في الحبس هو غابه غابه غابه، القوي ياكل الضعيف، بنادم يطمع لك في رزقك، بنادم يبغي يدي لك ديالك، بنادم يبغي، كاينين دراري مساكن كيبغيو يتباعوا ويتشراو، شفتهم قدامي يتباعوا ويتشراو. ولكن لقينا بزاف الحوايج تما في الحبس، لقينا مجرمين، حتى حنايا ولينا معاهم مجرمين تما. ولكن ملي خرجنا المجتمع اللي قلنا غادي نلقاو الرحمه في الحريه، لقينا ناس قاصحين، ردونا حباسه، ردونا اننا حنا مجرمين. فتخيل كتمشي غير كتقلب على خدمه كتقول لك حسن السيره انت حباس، هاد كلمه حباس راه كضرنا، هاد كلمه مسجون كضرنا، حباس راه راه دار واحد الجريمه راه تعاقب عليها، ووقع عليه ضغوطات تما وتمارس عليه العنف وتضرب وضرب، وكما قلت لكم من الحبس غابه. ولكن ملي خرجنا لقينا مشاكل، من هاد المشاكل من المجتمع اللي ما كيرحمش الا من رحم ربي ذوي القلوب الرحيمه. هذوك الناس هما اللي كياخذوا بعين الاعتبار بان السجن دوزوا سيدنا يوسف عليه السلام ظلما وعدوانا، ولكن علاش في ديك الوقيته ما نعتوش بالساجين؟ لان الانسان كانت فيهم العقيده. دابا باقي انا وبزاف ديال الخوت في سلا ولا في الرباط ولا في قنيطره ولا في فاس ولا مكناس كيعانيو، كاع اللي دوز المؤسسه السجنيه كيعاني بديك حباس. تبغي غتزوج حباس، تبغي غتخطب حباس، تبغي غتخدم حباس، تبغي غتمشي تدبر على راسك حباس. يعني ديما نتايا عندهم ذاك المفهوم راك حباس وراك مجرم وراك باقي كدير بزاف الحوايج. فهمتي اخويا شنو بغيت نوصل لك؟ انا يا حباس داخل كنت حباس مع الحباسه، يعني باش ما يمشيش ليا رزقي، والحمد لله ما نتضربش في وجهي، يعني كنت مجرم حيت كاينه تما غابه. ولكن الحبس الكبير هو هذا، علاش؟ حيت لقينا واحد البشر ما كترحمش، الناس كتدور عليك الهضره كتبقى تقول لك هذاك حباس، غير بنت دابا الا عجبتيها وتمشي تخطبها تيقولوا لك وليدي حباسه، واش الحباس ماله مسكين؟ واش معليش الله؟ راه سيدنا يوسف راه عليه السلام واجمل خلق هو سيدنا يوسف، والله عطاه واحد التاويل الاحاديث ودخل السجن وقال يا ربي الا كان السجن خير لي، فهذاك الشيء اللي درنا حنايا. ولكن علاش نبقاو حنا ديما واخذين علينا المجتمع راك حباس؟ دابا ما بغيتيش تفهمني خوتي المغاربه غادي يفهموني وغادي يدخلوا الحباسه خوتي وغادي يديروا لك كومونتير وغادي يقولوا لك راه كيقول هذا السيد الحقيقه. الحباس تيبقى ديما راه كيبيع، راه كيكريسي، راه كيدير المجرم، ما عندهمش هما الحباس التائب، هما عندهم الحباس ديما راه معدي، راه مظالم، راه باقي تيدير بحال بزاف الحوايج. وانا باقي تنعاني دابا مبومبي عامين، يعني مبومبي يعني عامين ما دخلتش للسجن. يعني لو كنت كندير انايا شي انايا علاش ما بقيتش كندير؟ انا الصحاب ما بقيتش كنبغي نمشي نريح معاهم، علاش؟ حيت الصحاب الا ريحتي معاهم كاين اللي يبغي يغدرك، ما تعرفش بنادم شنو تحتو، واش عنده مخدرات ولا هادي، راه يشدوك معاه نتايا عند زائد الصوابق راه ما يعقلوش عليك، واخا يبرر راكك هو، علاش؟ حيت كتبقى نتايا مسجون ويقد هو يعض فيك. الا عض فيك يقول لهم فلان معايا، راه اي واحد راه الا بغى يدي فلان يدي فلان. كيفاش كتواجه انت هاد الضغوطات في المجتمع حاليا؟ مرت مرض نفساني، ولكن الحمد لله اليقين ديالي في الله. وكنقول هذوك الناس اللي كيديو علينا نظره خايبه وكيقولوا علينا حباسه، فراه مرضنا مرض نفساني. علاش؟ حيت كيشوفوا فيك واحد الشوفه
اللي هي دنيئه، ما كيشوفوا فيك الشوفه الخير، ما كيشوفوا فيك الشوفه ولد فلان راه درويش، راه فلان ولد عائله وقع ليه مشكل. اي واحد يقدر يوقع لولادكم مشكل، ما خاصكمش تشفاو. كنمشي نخدم في شركه مثلا، انا يا عندي ديبلوم ديال الخياطه، اي ديبلوم ديال الخياطه كنبغي نخدم فيها كيقول لك جيب حسن السيره. ملي كتقول ليه راني راه مدوز الحبس كيقول لك لا خويا ما تخدمش. انت يا مدوز الحبس تقدا خويا تضرب شي واحد ليا لداخل، تقدا خويا تضرب ليا المدير، تقد تسفر، تقدي اي حاجه. يعني اللي بغيت نقول لك هادو هما الضغوطات اللي كنتمارسو. ملي كتبغي دير عقلك وتمشي تخدم عند شي واحد كيقول لك لا ما مامنكش. انت يا حباس، انت مدوز الحبس، واش الحباس ما كاينش التائب؟ رساله لهاد الناس عثمان، رساله لهاد الناس هي خدو اي واحد دوز الحبس وتاب وعفى عليه الله وكيكفر على دوك الذنوب اللي دار، سواء الظلم، سواء التجاره في المخدرات، سواء التجاره في اي دومين، سواء الكريساج وتابو، فما يبقاوش يحطموهم. علاش؟ خاصهم يساعدوهم، ما يبقاوش يديروا لهم العصا في الرويضه. حنايا بغينا هاد الناس اللي كيمارسوا علينا الضغوطات وكيقولوا لنا حباس انتم عاودوا لنا المجاج. باش نقولوا المجتمع كيساهم في صنع المجري؟ نص نص. كلام ديال الناس اه تقد تسمعي كلمه طايحه، تقد تمشي عليها الحبس. هي إيه كلمه يعني كتخليك تشحن، ماشي تتشحن، تتخليك توصل مثلا شالور، صافي تيطلع لك واحد الغليان المخ. كلمه كتسمعها طايحه مثلا، كتكون دايره كروسه ديالك، يعني ما كاينش اللي يقبل عليك من غير الكروسه ولا المرصه. شحال من شاب كيدخل السجن تيولي ضارب غير شهر، تيولي داخل مرارا وتكرارا، تيوصل حتى ل 20 عام ديطاي مفرجه. علاش؟ حيت تما كيتخرب تيلقى عالم اخر. ورساله لهاد الشباب يكونوا مرضيين للوالدين وما يحاولوش يوسخوا الدواسه ديالهم كما حنا يتوسخ لينا. كنبغيو نخدموا في شركات كيقول لك جيب حسن السيره، بغيتي تدوز بيرمي تيقول لك حسن السيره، حسن السيره تيقول لك 5 سنين. واش انايا نبقى 5 سنين انايا عاد نزيد نعيش 5 سنين؟ فعمري 32 ولا 33، 5 سنين، 5 سنين راه عباد الله راس غير مني دايره الاولاد ودايره الاولاد وخدامه وبخير. واخا وضح لهم الحبس في كلمه لهاد الشباب هادو. الحبس في كلمه بان هاد الشباب راه الحبس راه دمار ليكم ولوالديكم والمستقبل ديالكم والحياه ديالكم، وغادي تولي عندكم حياه مسوده. ولا بغيتوا النور تبعوا التعليمات ديال والديكم والاساتذه ديال المدرسه اللي كيقريوكم، وتبعوا القانون، وبنادم ما يمشيش في الهاويه. المجتمع تيخلق منك مجرم بواحد الضغوطات. نقطع نعطيك على سبيل المثال، كاين اللي مثلا تيشوفك خدام على راسك وزويون وما بقيتيش كترجع للحبس، كيدير لك بزاف العراقيل اللي يقدر يمس لك. فهمتيني شنو بغيت نوصل لك؟ يعني شحال من كلامه لا يقدر يمس لك شي حاجه اللي نتايا مثلا تقد تبغي تطيح الروح. علاش؟ باش يمشي نتايا للحبس، يرجعك للحبس. واخا رساله لهاد الناس عثمان، رساله لهاد الناس الله يهدينا ويهديهم والله يتوب عليهم حتى هما والله يهدي الجميع. وكنتمنى من اي واحد يبعد من هاد المشاكل ويبعد من هاد الشي طريق الاجرام. راه مدينه سلا راه مدينه زوينه، وراه كيما شفتوا جميع الاحياء ديال سلا راه كاين اللي كيسمع سلا كيتخلع. علاش؟ علاش سلا اللي ما تكونش مدينه جميله كاع المدن؟ راه كيما قلت لكم راه هذه هي مدينه الرجال. الشباب كنشوف في مدينه سلا ضايع وحق لا اله الا الله. علاش يضيع؟ علاش هذا الشباب يضيع؟ انا راه كنقول لك الشباب بحالنا، تنقول لك انايا لي مينور، هاد لي مينور مساكن هادو راه ما عارفين شنو هو السجن. راه تدخل السجن راه غادي تعيش في واحد الظلمه، راه الا دخلتي مينور راه تقد تباع وتشرى وبعينك مغمضه. يعني علاش توصل لهاد المسار؟ وعلاش نتايا توصل لهاد المرحله؟ وعلاش تعذب والديك؟ وكنتمنى الله يسمح لنا من والدينا ومن جميع السجناء سواء المظلومين او الغير المظلومين. ولكن انا اي واحد كنقول اللي كيظلم فهذاك خاصه الحبس، واللي ما كيحشمش وكيمشي في طريق الاجرام فانا يا خاصه الحبس هذاك. ولو نكون انا من هذوك المظالم الا درت وحصلت الودي، الا كنت نتعدى على الناس ولا غادي نسفر ولا نكريسي. ولكن بغينا الشباب يتصلح، بغينا الشباب يكون قرا يوعى، وعلى الله اكبر بغينا هذا الصناعي اللي هما سادين ويتحلوا، يديروا لنا افاق، يديروا لنا تيرانات، يديروا لنا توعيات. بحال شحال هذيك كنا في تابريكت كنمشيو لدار الشباب
يعني الشباب كان همه هو المسرح والقراءة والمطالعة، كان الإنسان همه هو كرة القدم، كان همه الإنسان وهو الخرجات مع مورا البراج. دابا الشباب همه هو التخدير، هو الدمار. تخيل دري صغير كيعاود لك على الحريق، باغي يمشي من هاد البلاد، باغي يخلي والديه، باغي يمشي في قارب الموت. دابا الإنسان صافي وصلت ليه لواحد المرحلة، علاش؟ حيت ما عارفش، ما لاقينش البديل تماما. راه قلت لك، راه كل راه اي واحد كلقى البديل. والله ما يهاجر شي واحد، اقسم لك بالله، والله شاهد على ما اقول، وغادي نتحاسب مع اي مغربي قد قدام الله. الدنيا فايشة، مازال نعيش انايا 30 اخرى عام، راه ما عرفناش كنت السابق، وغادي نتحاسبوا كاملين قد قدام الله. يوم لا ينفع مال ولا بالون الا من اتى الله بقلب سليم. ولكن كنوجه لذوك الناس الطياحه اللي كيتهمونا وكيمارسوا علينا الضغوطات في المجتمع، راه الشيشرة تما، راه داخل السجن، رغم هذوك المجرمين اللي قلت لك اللي خاصهم الحبس اللي كيتعداو، هذوك داخلين خارجين. ولكن انا كنقول لك على هذوك التائبين، لقينا فيهم الرحمه على الناس ديال المجتمع الا من رحم ربي. وما جيراننا ياك، اشنو كتعرفوا على عثمان الصيله؟ فاش خدام؟ والو، من غير المرصه اللي الناس كيعرفوا عليا في المرصه ديال الحوت، هي معايا مراه، ها هي بلا ما تبين وجهها. راه حنايا راه دايرين الحج، عطيو المسافه الامام الله يجزيكم بخير. راه حنايا خوتي، اقسم لكم بالله العلي العظيم، بغينا شي حاجه ملموسه، بغينا شي حاجه ملموسه. تخيل شحال من دار كانت كتجيها 6000 ريال الطرف ديال كورونا، 3 شهور جاتها 100000 ريال. راكم تشوف جميع القنوات، ولكن هاد القنوات اشطاري فهي نزيهه. فتبارك الله عليكم، وتحيه لكم من هذا المنبر، وصلوا لنا الميساج ديالنا الناس المسؤولين، وتبارك الله عليكم، تجيو ديما تطلعوا علينا وكتوصلوا لنا الرسائل الموجهه لذوي القلوب الرحيمه باش يشوفوا من حالنا. كنقول السيد رئيس الحكومه العثماني، دير للشباب شي حل. فحنايا راه دابا راه بحال دايرين الحجر الصحي، راه ما كاين لا بيع وشراء، راه ما كاين والو. الشركه تسدو، ها هي المرسى حتى هي بغاو يسدوها. هاد الشباب شنو هي واكلوا؟ هاد الرجال هادو شنو يدخلوا لولادهم؟ هاد الام هادي شنو تدخل لولادها؟ او الاولاد ديالها شنو يدخلوا؟ هاد الشباب هذا مساكن باغي بيكالا عاشوراء، هادي منين يجيبوا الفلوس؟ حنايا ما طالبين حتى شي حاجه، حنايا بغينا غير يديروا لنا افاق فاش نخدموا، يديروا لنا تكوين فابور، داك التكوين نمشيو نخدموا به، وديك الساعه لعبوا العار. الا كنا حنايا طالبين شي حاجه اخرى، حنا ما طالبين حتى شي حاجه، بغينا غير العيش الكريم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.